يعني هو طول عمر الفن يعني من بداياته تأثيراته بتبقى مهمة جدا وبتأثر في المواطن، لأن أي عمل فني غير الحوار أو الديالوج، لأن بيبقى من خلال حدوتة تأثيرها بيبقى قوي على المشاهد، ويمكن جيلي والأجيال اللي بعد مني شوية، إحنا اللي اتربينا على الفن غرس فينا وجوانا الانتماء القوي للبلد. يمكن احنا اتربينا، يمكن الاجيال دي ما تعرفش الجلاء التام او الموت الزؤام. يمكن انا بعد خروج الاحتلال من مصر بعد ثورة 52، انما خدنا فترة سنوات طويلة الفن بيقدم اعمال تعبر عن المعاناة اللي كان بيعانيها الشعب في فترة الاحتلال الانجليزي او اللي مر بيه المجتمع والناس والبسطاء. فتربينا وفي عندنا الانتماء للوطن قوي وحب الوطن، اللي هو ممكن اي حد يضحي، لان شفنا الاجيال اللي قبل مننا ازاي ضحت من اجل المجتمع. صحيح. هل النوعيه الحاليه من الدراما والسينما اللي يعني كلنا شايفينها الفتره دي مقارنه بالاجيال القديمه، حضرتك شايف ان بتدي نفس الوعي والثقافه؟ هو ما نقدرش نقول ان الفتره دي كويسه قوي، لان وخاصه ما بعد 25 يناير، لان هو في قاعده ان دايما بعد الثورات بيبقى في فوضى. صحيح. شويه تدني في المستوى، فوضى في كل حاجه، ودي يمكن لاحظناها في المجتمع نفسه. صحيح. اللي فاهم الحريه غلط، واللي بيقول لا انا حر عفوا ولازم اخد حقي حتى لو هو مش حقه، فبالتبعيه بيندرج ده على العملية الفنية. صحيح. كلها بأن بيبقى ما نقدرش نقول ان في توجه مظبوط لدى القائمين على العملية الفنية، سواء بقى بدءا من المنتج مرورا بكل عناصر العمل الفني. انما يعني ان شاء الله انا متفائل بالفترة اللي جاية، لان زي ما بنقول دلوقتي المسألة بتتغربل عشان يبدأ الأفضل يبقى، وإن نبقى عارفين بنقدم إيه، لأن أنا عشان أوصل للمواطن لازم أقدم له مشاكله، مش أقدم له حاجات أغلبها غريبة عنه. صحيح. وزي ما لاحظنا إن كان يا إما أعمال دايما بس بتتكلم على رجال أعمال فاسدين، مع إن في رجال أعمال تانيين محترمين ومتميزين وأفادوا الاقتصاد، او البلطجه في الاحياء الشعبيه وخلاص على كده، البلطجه وفي ناس محترمه موجود. في ناس. صحيح. اللي احنا طول عمرنا نقول ابن البلد، ولاد البلد. صحيح. ابن البلد. صحيح. ده اللي هو كان بيدافع عن اي واحده ماشيه بنت حتته.